بيان إلى رأي العام باسم حركة كونغرا أستار وجميع النساء من مختلف المكونات بإقليم عفرين في مقاطعة الشهباء، وبأعلى صوت وأشد صرخة ندين ونستنكر بشدة التقربات والأفعال والأساليب القذرة لأردوغان التوراني الفاشي وأعوانه ومن يسانده ومن يؤيده بكل تقربات وأفعال البعيدة عن الأخلاق والإنسانية اتجاه إزالة وصوت الشعب وخاصة الشعب الكردي أينما كان. إنه يحارب ويهاجم ويعتقل ويقتل ويرفض كل فكر والذهنية تنادي بالإرادة الحرة لكلا الجنسين التي يطبق الديمقراطية الذي فيها المحبة والسلام وتوحيد الإرادة وحرية الشعوب من خلال مشروع الأمة الديمقراطية التي طرحها الفيلسوف العصر القائد آبو، مشروع بعيدة وخالية من المفهوم الفرق والتمييز العنصري والذهنية الذكورية، لذا يزداد وحشيته وهجماته يوما بعد يوم بكل الأساليب والطرق والأسلحة المسمومة بالذهنية السلطوية. لم يكتفي باحتلال عفرين التي هي جزء من الأراضي السورية ومفتاح لشرق الأوسط لاستعادة العصر العثماني فيها، لكن رغم ذلك لم يصل إلى هدفه في كسر إرادة الشعب وضعف مقاومته. وأكبر دليل على ذلك انهيار الدولة الأردوغانية في جميع النواحي سياسيا اقتصاديا عسكريا من أجل إخفاء سياسته المستبدة وإيطال عمره، يلجأ إلى اتباع إنكار وإرادة الشعب ورفض صوتهم عن الطريق الاستيلاء على البلديات الثلاثة الكبرى وتغيير رؤساء البلدية وفرض هيمنته. نرى بعد كل هذه الممارسات القذرة من الدولة الفاشية مقاومة الشعب تكبر وتزداد. هذه المقاومة التي تستمد قوتها من إرادة الشعب القائم على فلسفة الأمة الديمقراطية وأساسها المرأة، فالمرأة أثبتت وجودها في جميع المجالات والساحات. مثال على ذلك مقاومة الرفيقة ليلى جوفان وآلاف النسوة التي وصلت صوتهن وصيحتهن ضد أعتى الإرهاب، وأصبحنا دروعا أمام الفاشية. نحن ككونغرا أستار وجميع النساء في مختلف المكونات بإقليم عفرين في مقاطعة الشهباء نساند وندعم مقاومة الشعب في شمال كردستان وخصوصا مقاومة المرأة، وسنستمر في المقاومة أمام الفاشية حتى إزالتها من الوجود. ندين ونستنكر الصمت الدولي إزاء كل هذه الممارسات بحق شعبنا، ونناشد جميع المؤسسات التي تنادي بحق الإنسان أن تقوم بواجبها الإنسانية والأخلاقية اتجاه ذلك. بيجي برخدانا جالن، بيجي برخدانا جالن، بسروك جيان.